بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أرديدا ملك استوعنا جل سعطان يوقت كاستوعات نلا سعطان. ومرك لي مع علي سلامان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كأجارهان قريب تاني آيلتسكا أو أي نكو برني إني دتك ربا إني سعد علان ودم هذا اللغة هذا اللغة ده إنجليش كامتحان كلا قادرها يسؤالي سنبل كها اللي ويدين لها هي جوابها أي بحن لها ين أنت بدن كورس كم حد كجيم هذا كلية دل بروفيشنال كوليج أي كطالة مجال هذا هرجيسة فلن عشر كسبسكرايب صار لايك صار شير صار كومنتي أنا كبحي ومهم ما شاء الله إن كومنتي أنا كبحي سأب أي فائدة نقول هذا وحين نقول لي رجلنا يسأ إن هرق وسيس عنه تيدا كلا وحنا أوجيسيني نا أردت أجعل برشة دا إنجليش كا كمبيوتر كا أكاونتين كا إن كلية دا دل بروفيشنال كولج أي قادنا إيسا كلاس عصب أو أكاونتين يا كمبيوتر يا إنجليش باع هاد دابا هورا إيسا قد ديوان جلي أديقو غراع عيا نمبر هذا واتس أب كا شاشة دا كاقا موغدا وحان سيقارو أوجيسيني يا أردت دا اللوغة دا إنجليش كا بلوغة كا إني نسيني نا كورس أفر بلوت سعوني أو فريئة كلية أرض وحو اسكو ديوان جليني عشان يطمان دولار أفر تاس بلود نوحان كاليسي دورنا آس آس كا إنجليش كا هاد دايتا هادالكا قريستا أخريس كا يوليبا جرامر كا هاد دابا هورو غار يسا كابو حسامي أوكي وحان كجرنا إنجليش كورس IELTS for Migration IELTS كا امتحان كان IELTS كا أو أنكو شاكنا International English Language Testing System هابكا لو امتحامو أو قفكا لو قد إنجليش كا يقانا سدح غيبو دا أنكلا سارني IELTS for migration, IELTS for study, IELTS for work. سد هذا سأقول كلا صارني. هذا وحنا كودة جرنا IELTS for migration. وليه وحنا كجد جودة جرنا قيبتي A1 speaking. كالوجو تلاقى على هذا الكلام ويدينا يو يصير الجواب نهيت. Okay. Lesson كوا 18 واللسون كسيدت يا طبعات. ويا jobs and occupations. Jobs and occupations. وحنا كهلاينا شقوينك. شقوينك ايدادكو قبتان جوبس نوالا دا occupation نوالا دا okay what was your first occupation what was محاي اهي your first occupation شقادا دي كوغو هرويسي I worked وحان اشقية as an accountant حسابية اهان ايان اشقية for my first job شقادا دي ايغو هرويسي I worked as an accountant for my first work. وحان أشقي حسابي أهان شقدي ذي يقول الرئيس. How long مدة انت have you been working أيات كش أشقيني سي as an accountant حسابي أهان. How long مدة انت have you been working أيات كشقيني سي as an accountant حسابي أهان. Approximately إلا قياسوا. Approximately. Approximately illa 2 years lavasano approximately 2 years illa lavasano can you describe ma qeexi karta can you ma awooda describe inaad qeexdo your current job shaqada aad hadda hayso can you describe your current job at the moment waqti al-hadir kan at the moment waqti al-hadir kan I'm self employed aniga iskay u shaqaysta I am self employed aniga iskay u shaqaysta I run waxaan wada my own business ganacsi aan anigu leeyahay I run waxaan ka shaqaysiya my own business ganacsi aan anigu leeyahay bal aan u gudubno casharka qaybta ku xigta okay do you like ma jeceshahay the part time job shaqada gelinka kaliya ah أو مسوى حد جعشة the full time job شقة ذا لبدا جلنا part time job وشقة حلي كلية full time job نو وشقة لبدا جلنا بقى do you like the part time job or the full time job مو حد جعشة شقة ذا حلي كلية مسوى مدة لبدا جلنا بقى it depends on وحيكو حرنتها how you want سيدا أدوني so to earn إن أتكوه شو money لعك It depends on how you want to earn money. وحي كو حران تاي سيدا آد لعاك تا قربتو. أما إن آد لعاك أهشو. Have you ever worked? ما كشاقيسي وليغا. Have you ever worked? وليغا ما شاقيسي. Over time. وقت ديري أه. وقت شاقه دا آده كبحسن ما شاقيسي. Have you ever worked over time? Have you ever worked? وليغا ما شاقيسي. Over time. وقت ساعد دا آده كبادن. To get سي لو هلو. extra salary مشار ديري أه. to get سي لو هلو extra salary مشار ديري أه. I have worked وان شقيه over time وقت ديري أه. over
time وقت دير have you ever been promoted وليغا ما لاغو دلعسيي have you ever been promoted وليغا ما لاغو دلعسيي I was promoted وحال دلعسيي many times دور مر I was promoted وحال دلعسيي many times وقت بدن and I made وحالن سميي great careers هرمر آت وواوين and I made وحالن سميي great careers هرمر آت وواوين نوان ها سميي بالقيبتا كلاي عشرك okay at what age دأذي do people أي دادكو usually انت بدن begin كو بلابان to work in a شقيان in your country ودن كاغا At what age do people ayay dadku usually inta badan begin bilaaban to work inay shaqeeyaan in your country wadankaaga At the age of 20s at the age of 20s labaatameeyada people dadku start ayay bilaaban to work inay shaqeeyaan At what age do people ayay dadku usually inta badan retire howlgabaan in your country wadankaaga At what age do people ayay dadku usually inta badan retire howlgabaan in your country wadankaaga People get retire dadku waxay howlgab noqdaan at the age of 50s kontomeeyada People get retire dadku waxay howlgabaan at the age of 50s kontomeeyada Do employers miyay kuwa loo shaqeeyaahi compensate magdhow fiican siiyaan ممكتبان employees شقاراياشا well سفي عن ميي وح أسيان مركا compensate وام حوا ومكتب بيت قف كان وشقيه وحي وشقي است وح لم إذا إلا سيال هذا compensate أما قف كان دباتة جارت دباتة دي إن وح لقسيه compensate ذي نقنيسا do employers ميش لا شقيه ياش employer لا شقيه وا compensate مكتبان أما أسيان employees شقارها Well, see when accent wa ma usiyan in your country wadankaaga. Employees shaqaluhu are not satisfied ma qanacsana. Employees shaqaluhu are not satisfied ma qanacsana. Marka employer loo shaqeeyo employeena wa shaqalihi ayay noqonaysa. Bal aanu gudubna 10 ka qaybtiisa kale. Okay. Maybe waxa laga yaaba. Maybe waxa laga yaaba. This is not a good question. Tani inaanay ahayn su'aal wanaagsan or to ask la weydiiyo dadka. How much money intee lacag ah? How much money intee lacag ah do you make ayaad samaysa? How much money do you make intee lacag ah ayaad samaysa? How much money do you make? Okay, maybe waxa laga yaabaa this is not a good question. Tani inaanay ahayn su'aal wanaagsan to ask. Oo qofka la weydiiyo ee how much money intee lacag ah ayaa do you make adigu samaysaa as you have already mentioned sidii aad horey u sheegtay this question su'aashani is inappropriate waa mid aan habooneyn suppose lacala You are an employer waxa tahay loo shaqeeyo Do you want waxa doonaysa to be inaad noqoto a boss boss inaad noqoto or mise waxa doonaysa leader inaad leader noqoto hoggaamiye marka labadan kalmadood macna buuxay macnay aad u weyn ayay xambaarsan boss iyo leader Do you want to be a boss ma waxaad rabtaa boss inaad noqoto or leader ama hoggaamiye I would like waxaan jeclaan lahaa to be inaad noqdo a leader hogamiye what is the reason waa maxay sababtu the boss bossku gives sidiisaba wuxuu bixiyaa orders awaamirta raali ahaada the boss gives orders bossku waxa la yiraahdo amar uu bixiyaa marka haddii boss noqoto qabakan saanyeel okay waxaaga dhan waa amar marka the boss gives boosku wuxuu bixiyaa orders awaamir bal laakiin the leader hoggaamiyuhu motivates wuxuu dhiirigeliyaa the workers shaqaalaha halkaas u fiirso the boss boosku gives orders awaamir ayuu bixiyaa
but laakiin the leader hogamiyuhu motivates wuxuu dhiirigeliya the workers shaqaalayaasha marka don't be a boss be a leader okay hanqon in boss laakiin noqon leader macna bossku amar umbu bixiya waxa sala qabto alla qabto hal yeelo laakiin leaderku uu la shaqeynaya shaqaalihiisa sidan yeel wixii uu tusinaya marka don't be a boss be a leader waxaan filayaa casharkan inaad erayo badan ka fahanteen waa macallin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh